أول صور بكاميرا جالكسي S23 Ultra ومقارنة عنيفة مع تصوير بيكسل 7 برو والكشف عن أداء هواتف أندرويد 2023 رسمياً. وفيفو تسبق الجميع. أهلاً بك في نشراتك. والبداية مع المقارنة الخطيرة بين كاميرا جالكسي S23 Ultra وبين كاميرا جوجل بيكسل 7 برو. مقارنة في الكواليس بين تصوير الهاتفين، ويبدو النتيجة قاسية على شركة منهما. شاهد لتعرف النتيجة. منذ شهور وغالبية التسريبات عن هاتف جالكسي S23 Ultra تركز على الكاميرا، يبدو أن سامسونج تستعد لكاميرا غير مسبوقة حسب التسريبات. هذه المرة لدينا عينات تصوير ومعلومات جديدة مسربة عن تقنيات الهاتف الرائد القادم في الربع الأول من عام 2023. ونشر المسرب Ice Universe عبر شبكة ويبو الصينية مجموعة من الصور التي تم التقاطها بكاميرا الهاتف. صاحب الصورة اختار الثمارة اليقطين صاحبة اللون الأصفر الداكن قليلا ليستعرض قوة التباين وعمق الألوان في الكاميرا. عند النظرة الأولى للصورة ستقول أين المميز؟ أين الدقة والوضوح؟ لكن حسب التسريب فإن الصورة ملتقطة من بعيد ثم تم تكبيرها يدويا لإظهار التفاصيل، وتم التقاط الصورة بالكاميرا الرئيسية بدقة 200 ميجا بكسل. وعلى سبيل المقارنة، الصورة على يمين الشاشة ملتقطة بكاميرا جالكسي S23 Ultra، أما هذه على يسار الشاشة فهي بكاميرا جوجل بيكسل 7 برو. صاحب الصورة يستعرض فرق عمق الألوان، فمع هاتف سامسونج نرى عمقا أعلى للألوان الفاقعة بينما باهتة مع جوجل بيكسل 7 برو. وحسب تسريبات سابقة، الكاميرا الرئيسية لهاتف سامسونج بدقة 200 ميجا بكسل، وكاميرا بزاوية واسعة للغاية بدقة 12 ميجا بكسل، وكاميرتان تيليفوتو بدقة 10 ميجا بكسل، واحدة مع تقريب بصري حتى 3X والأخرى زوم 10X. بينما على مستوى الأداء تستمر التسريبات التي تقول إن سامسونج ستقول وداعا لمعالج إكسينوس الخاص بها، وسوف تعتمد على معالجات كوالكوم، كوالكوم التي أعلنت عن معالج سناب دراجون 8 الجيل الثاني. على كل حال، هذه الصور المسربة لا تعني بالضرورة الحكم النهائي، فهي تسريبات وكل شيء يتغير حتى الإعلان الرسمي. من التسريبات إلى الرسميات، كشفت كوالكوم رسميا عن معالج سناب دراجون 8 الجيل الثاني، المعالج القادم رسميا لهواتف أندرويد الرائدة. كشفت شركة كوالكوم رسميا عن الجيل الثاني من المعالج سناب دراجون 8 ليكون المعالج القادم للهواتف الرائدة في عام 2023. ركزت كوالكوم على رفع الأداء وتحسين الكفاءة بنسبة ملحوظة عن النسخة السابقة، وتقول الشركة إنها عملت على تحسين كفاءة الطاقة وأنها ستجلب سرعة أعلى بشكل ملحوظ عند استخدامها. وحدة المعالجة المركزية الثلاثية الجديدة كريو ستقدم أداء أعلى عن الجيل الأول بنسبة 35% مع كفاءة وقدرة تشغيلية أعلى بنسبة 40%. وفي التفاصيل قالت الشركة إن السرعة جاءت بنفس الجيل الأول، لكن الجديد أن المكون الأساسي للمعالج جاء بأربع أنوية بسرعة 2.8 لكل واحدة وليس ثلاثة بدقة 3.2 جيجا هيرتز بالنسخة السابقة، وذلك لتقديم أداء أعلى وأكثر قدرة على التحمل، وهذا خبر جيد لمحبي الألعاب. يوفر الجيل الثاني تطورا نوعيا في ساعة ذاكرة الوصول العشوائي بسرعة 4200 ميجا هيرتز مقارنة بجيل الأول والتي كان 3200 ميجا هيرتز. تدعم هذه النسخة تشغيل شاشات على الجهاز بدقة كواد اتش دي بسرعة 144 هرتز أو 4K عند 60 هرتز. قالت الشركة أيضا أنه تم فك تشفير فيديو بصيغة AVI، ويتم دعم التدفقات بدقة 8K بمعدل 60 إطارا في الثانية بدقة HDR. أما بالنسبة لمحبي التصوير فقالت الشركة إنه قد تم تحسين هذا المعالج ليعمل مع مستشعرات شركة سوني المزودة بديجيتال أوفرلاب، ومزود بخدمة إنترنت ثلاثي 18 بت، وبإمكانه أن يتعامل مع ثلاث كاميرات بدقة 36 ميجا بكسل 30 إطارا في الثانية، أو كاميرا بدقة 200 ميجا بكسل لكاميرا واحدة، ويدعم المستشعرات بدقة 108 ميجا بكسل بدون أي تأخير في الغالق. أما تصوير الفيديو يمكن للمعالج تسجيل لقطات بدقة 8K HDR بمعدل 30 إطارا في الثانية، والتقاط صور بدقة 64 ميجا بكسل في نفس الوقت، وتصوير 4K بمعدل 120 إطارا في الثانية، والقيام بمقاطع فيديو بطيئة الحركة أيضا، ويدعم العديد من تنسيقات الفيديو. في مجال الاتصالات تقول الشركة أنه يدعم شبكة Wi-Fi 7 بسرعة 5.8 جيجا بت في الثانية، النسخة السابقة كانت 3.6 جيجا بت في الثانية، وباستطاعته أن يعمل على شريحتي اتصال بسرعة 5G في نفس الوقت. من حيث الشحن السلكي، ليس هناك جديد عن الجيل الأول، سيتم اعتماد هذه النسخة من المعالج مع الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد.
وعلى سيرة معالج كوالكوم الجديد، يبدو أن شركة فيفو تخطط لتسبق الجميع وتستعد لتكشف عن هاتف جديد مع معالج كوالكوم سناب دراجون 8 الجيل الثاني. في تسريبات جديدة، كشفت تقارير عن إمكانية إعلان شركة فيفو في الأسابيع القادمة عن سلسلة من هواتفها الجديدة إصدار فيفو X90، وتشمل العائلة القادمة ثلاثة هواتف وهي X90 وX90 Pro وX90 Pro Plus. وتوقعت التسريبات أن يصدر الهاتف نسخة البرو بلس بالمعالج الجديد لشركة كوالكوم سناب دراجون 8 الجيل الثاني والذي أصدرته مؤخرا. تحدثت التسريبات أن الشاشة من المتوقع أن تكون من نوع أموليد منحنية مقاس 6.78 بوصة بمعدل تحديث 144 هرتز وبدقة عرض تبلغ 1440 في 3200 بكسل، وتعد أعلى من نسخة X80. الكاميرا حسب التسريبات أنها ستحصل على مستشعر عملاق بقياس 1 إنش في العدسة الرئيسية، وهذا يعد الأعلى من حيث المواصفات وخاصة آيفون وجالكسي. الكاميرا الخلفية من المتوقع أن تأتي رباعية العدسة داخل دائرة كبيرة بارزة وسط ظهر الهاتف، وستحتوي على كاميرا أساسية بدقة 200 ميجا بكسل بالإضافة إلى كاميرا عريضة 32 ميجا بكسل ومستشعر 16 ميجا بكسل ومستشعر عمق 5 ميجا بكسل. أما الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 64 ميجا بكسل، وظهرت بعض الصور المسربة من تصوير الكاميرا الأساسية للهاتف. البطارية لم تأتي بالجديد وستكون بسعة 4700 ملي أمبير في الساعة، أعلى بقليل عن النسخة السابقة والتي كانت 4500 ملي أمبير، وشحن سريع بقوة 80 واط وبقوة 50 واط للشحن اللاسلكي. ولكن الخبر السيء أنها غير قابلة للإزالة أو التغيير، ومدخل الشحن من نوع USB Type-C. الهاتف سيأتي بتصميم النسخة الحالية X80 إلى حد ما. أما مستشعر البصمة سيأتي أسفل الشاشة، ولم تفد التسريبات عن نوعية صناعة الهاتف. الهاتف سيأتي بنسخة 256 جيجا بايت ونسخة 512 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائي تصل ل 12 جيجا بايت. والخبر الجيد أن الهاتف سيدعم بطاقة مايكرو SD تصل ساعتها إلى 1 تيرابايت. الهاتف سيصدر بثلاثة ألوان وهي الأحمر، وتتميز بالظهر الجلدي عن اللون الأسود والأزرق. الهاتف سيدعم شبكة الهاتف Wi-Fi 6 ومدخل سماعات 3.5 ملم. ونعود إلى سامسونج، وهذه المرة تسريبات عن أستاذ من أساتذة الهواتف المتوسطة، تسريبات مهمة عن جالكسي A54. ظهر تقرير جديد يكشف عن تفاصيل النسخة التالية من هواتف سامسونج سلسلة A، وهي السلسلة الأكثر مبيعاً من منتجاتها. التسريبات تفيد بأن شركة سامسونج ستدعم بطارية هاتفها الجديد جالكسي A54، علماً أن النسخة السابقة من السلسلة A53 أتت ببطارية بسعة 5000 ملي أمبير، فمن المرجح حسب التقارير أن تأتي النسخة الحديثة بطارية بسعة 5100 ملي أمبير. ولكن هل ستطلق الشركة شحناً أسرع من النسخ السابقة مقارنة بحجم البطارية الجديد؟ فكثير من المستخدمين اشتكى من بطء الشاحن التي تحتاج إلى ما يصل لساعتين كي تصل إلى 100%. وهنا جاء في التسريب أن سامسونج قد ترفع قدرة الشحن السريع من 25 واط إلى 30 واط كحد أدنى. وذكر التقرير أيضا أن الهاتف لن يأتي بكاميرا بدقة 64 ميجا بكسل هذه المرة، بدلا من ذلك سيحتوي الهاتف على مستشعر أساسي أفضل وعدسة أدق من السابق بدقة 50 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا عريضة بدقة 8 ميجا بكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجا بكسل. ولم يذكر التقرير أي تفاصيل عن الشاشة أو الهيكل الخارجي للهاتف، إلا أن التسريبات تتوقع بأن موعد صدور الهاتف في مارس 2023 بناء على تاريخ صدور النسخة الحالية في مارس 2022، ونتوقع أن يصل الهاتف بأداء أفضل من الحالي مع توسيع ذاكرة الوصول العشوائي الرام. سيستخدم الهاتف أندرويد 13 مع واجهة One UI 5، من حيث التصميم على الأغلب سيأتي مثل النسخة السابقة دون تغييرات جوهرية. في حال نسيت، يحتوي A53 على شاشة سوبر أموليد مقاس 6.5 بوصة قادرة على الحصول على جودة Full HD Plus مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. يحتوي الجهاز على معالج Exynos 1280 و 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي في الداخل. سؤال الأسبوع كان لمتابعينا عن أفضل هاتف رائد في العام 2022. جنرال الهواتف جالكسي S22 ألترا، هذا ما وصفه واختاره متابع رقم تي في كأفضل جهاز بالنسبة لهم لسنة 2022 كاملة، لما يتفوق به عن المنافسين من بطارية وسرعة شحن أفضل واستقرار أكبر. فيما أتى عملاق أبل الآيفون 14 برو ماكس، وصل ثالثا القارب من بعيد جوجل بيكسل 7 برو لما قدمته جوجل مع الجهاز من مميزات تنافسية خاصة مع واجهة تحديث نظامها أندرويد 13. أما رابعا فقد تم اختيار
خيار الجهازين شاومي 12 ألترا وهواوي ميت 50 برو بأصوات متقاربة. لمشاهدة تقريرنا واختياراتنا لأفضل هاتف في 2022 يمكنك الوصول إليه من خلال الرابط في الوصف أسفل الفيديو. الفائزون الخمسة بمسابقة أجمل صور لهذا الأسبوع. للمشاركة في المسابقة تابعونا كل يوم اثنين في منشور خاص على فيسبوك. والآن أهم الأخبار. المحلل والمسرب التقني مينغ تشي كو يقول إن مدخل USB من نوع C سيأتي إلى كافة هواتف آيفون 15 العام القادم، بينما آيفون برو وبرو ماكس سيحصلان على معيار USB 3.2 السريع جدا في نقل المعلومات. شركة سامسونج تقول إنها كانت هذا العام من أسرع الشركات بتوفير واجهتها الجديدة المبنية على نظام أندرويد 13، وتعد المستخدمين بمزيد من السرعة في العام القادم. شركة أونور تنشر ملصقاً مع صورة لهاتف 80 برو مع عدسة كاميرا أمامية مزدوجة في أعلى منتصف الشاشة، وحسب التسريبات ستكون الدقة 50 ميجا بيكسل. استخدام الوضع متعدد الأجهزة في واتساب على هاتف أندرويد أو التابلت أصبح متاحاً وبشكل تجريبي، ولكنك سوف تحتاج إلى التسجيل في واتساب بيتا من أجل تنفيذ المهمة. تابع موقع قناة رقمي لتعرف الطريقة، ورابط الطريقة في الوصف أسفل الفيديو. لايك وشير لدعمنا، ولا تنسى مشاهدة حلقاتنا السابقة. نلقاكم الأحد القادم، إلى اللقاء.